حكيتي الا شوي رح افرط قدامهم بالضحك يا حرام. بس ليك خفيه انت يا خفوع، الجماعه رح يمشوا ولا بتكشفنا خارفه؟ ايش عم نعمل نحن؟ عم نتسلى. وروده كيف مشيت الامور معك؟ اكيد اكيد صدق انه انا مجنونه. خفيه البخيل، خلينا نسمع. مزبوط هاتي. ايه بتعرفي انه هذا الزلمه كثير طلع حباب، بس هذا مو يعني انه انا رح اسمح له يتجوزها لبيبي هيفو. هلا بجوز وما بجوز، وصح ومو صح، والله ما بعرف اذا حباب، لا ماله حباب. كيف يعني؟ هلا انت دخلك شو شفتي في شيء ظريف؟ يعني لطيف، عنده ذوق، حيجيب لي اكلات طيبه. وروده حبيبتي خلي رايك لحالك. ايه يلا الضيوف راحوا، هلا خالتك شفنا هيك مقلعطين قلعطه، خفيه ورجعي ساوي شعراتك. يلا حبيبتي. مو جبتي لي طفي السيشوار، حيرتيني. طيب يا قلبي خلص، يلا شالي السيشوار، يلا سنفوره. اوكي قلتي لي بجيب لك اكلات طيبه. ايه كثير حباب. تفضلي. ليك حلوة وبيضة.